السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهاردة هنتكلم فيه مع بعض على ازاي ازود سرعة العجلة بتاعتي، او ازاي تزود سرعة الدراجة بابسط الطرق وقدر المستطاع. طبعا في حاجات مهمة جدا او عوامل مسؤولة عن سرعة العجلة. اول عامل معانا هو الجنوط. الجنوط هي المحرك. العجلة طبعا مبيبقاش فيها لا محرك بنزين ولا محرك يعني ناري او كلام من ده. العجلة المحرك بتاعها رجليك، ده المفروض. طيب انا رجليا لو بتلف والجنوط تعبانة، يعني الجنوط ذات نفسها مش مساعداني، يبقى انا بستنفذ طاقة على الفاضي. يبقى رقم واحد في العجلة عشان أخلي العجلة سريعة الجنوط. طب أنا عايز أخلي الجنوط بتاعتي، أعرف إذا كانت جنوط كويسة ولا لأ. مش هقول لك بقى روح اشتري جانتين ب3000 جنيه وبيع الجانتين بتوعك اللي ب200 جنيه والكلام ده، ده كلام مفروغ منه. أنا دلوقتي بتكلم في أبسط الطرق، فأكيد طبعا لو جنوط غالية هيبقى في فرق. طيب أنا معيش فلوس اللي أنا أجيب جنوط غالية، انا عايز الجانتين التعبانين المصديين اللي عندي دول يجروا، اعمل ايه؟ اول حاجة هتأكد من السرة. السرة هي اللي مشار اليها بالسهم اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هتأكد ان هي سلسة، يعني من حركة بسيطة تجري. بعد كده نبص على الفرامل. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي كل ما العجلة نزقها خلاص، طبعا وانت على الارض مش هتاخد بالك من الموضوع ده، بتلاقيها وبتقف بسرعة جدا، فده يستهلك قوة وطاقة منك. الحل في منتهى البساطة بسيط جدا، اللي انت بتشوف الفرامل، ادي الفرامل دي بعيدة، الناحية التانية بعيدة، دي قريبة، بتقوم جاي بعيدها شوية كده خلاص، بتوسطنها بالمعنى اصح، بوسطنها زي ما احنا شايفين كده. انا كده وسطنتها، هبتدي احرك الجنط. حرك الجنط، شايفين كده بقى سلس معايا جدا. يبقى برضو نقطة الفرامل دي عليها عامل ان لازم تكون متوسطنة عشان ما تحكش في الجنط. طيب نيجي بعد كده النقطة مهمة جدا، هل لو انا ماشي في شتاء او بغسل عجلتي بالمية، وده غلط جدا، احنا قلنا الكلام ده قبل كده انه بيضيع نسبة الشحوم، وال يعني البلي بيقعد طبعا يلم في رملة وحاجات فبيتاكل، فبيقلل لك كفاءة دوران الجنط او نعومة الجنط بالبلدي يعني. فانت برضو تتأكد ان مفيش حاجة في السرة. خلاص خلصنا من القصة دي كده. الجنوط اللي هي رقم واحد بالنسبة لي مسؤولة عن السرعة. لو انت بتدور على سرعة عالية جدا وبمجهود ايه بسيط، يبقى احنا خلصنا من الجنوط. نيجي بعد كده لنقطة تانية، وهي اللي انت هتشوف التروس عندك. بمعنى انا التروس عندي بقفلها خلاص، بتجيب الكبير قدام والصغير ورا، وتلاقي رجلك لسه فيه، لسه عايز تبدل ولكن العجلة مش مساعداك. يبقى في الحالة دي هعمل ايه؟ هروح اركب ترس اكبر قدام. هركب الترس اللي قدام، لو هو 48 ممكن اخليه 50، لو 50 اخليه 52، حسب قدرتك انت. بس هي كده كده كل ما بتكبر الترس الامامي كل ما هتلاقي جهد على رجليك اكتر، هيتحول لدوران وسرعة. يعني يا جماعة دلوقتي العجلة طبعا عشان الترس 52 اللي قدام، فزي ما انتوا شايفين يعني ما شاء الله ساحبة على الطريق جامد اهو. تمام، ركز كده معايا في الفيديو. بص موتوسيكل، بص العجلة اللي ماشية جنبي، بص الموتوسيكل. تمام، بص طبعا برضو انا عشان نازل منزلاية تعتبر الطريق منحدر شوية، كل ده بيدي لك سرعة اعلى، ولكن اهم حاجة الترس ال 52. في بقى نقطة وعامل مهم جدا هنقوله دلوقتي، وهو ايه اللي هيساعدك، ايه اللي هيقلل من جهدك بشكل كبير جدا، يعني ايه اللي هيزود سرعتك بشكل كويس، ايه اللي هيقلل منها بشكل منيل خالص. الرياح. هي الرياح، سرعة الرياح. لو انت ماشي رايح على شغلك والهواء في ظهرك هتلاقي نفسك رايح طيارة،
وانت راجع بيتكو والهوا في وشك، هتلاقي نفسك ماشي زي السلحفة، لدرجة اللي انت ممكن تشك في نفسك اللي انت عملت بقى ايه، اكلت ايه، هببت ايه، انا حاسس ان انا ضعيف كده ليه، تمام. فانت هتشك في نفسك، وهو الموضوع كله ان الرياح جاية عكس اتجاهك، تمام. طيب نيجي النقطة تانية برضو خاصة بالموضوع الرياح ده، وهو لبسك، لبسك انت ذات نفسك. انت لو لابس دلوقتي سويت شيرت او مثلا جاكيت او كده، هقول لك ايه اللي هيحصل دلوقتي. مثلا انا سايق اهو ولابس جاكيت او سويت شيرت، الهوا بقى هيقعد ايه، هيقعد بقى ايه، شبه الايه، شبه طائر الحمامة العبيطة كده. طيب يا جماعة، دلوقتي انت مثلا سايق العجلة اهو، لابس جاكيت، لابس سويت شيرت بقى زي ده كده، والهوا ايه، مخليك شبه البطة البلدي كده، بالجناحات كده شبه البطة ايه البلدي. دي رقم واحد. رقم اتنين، اللي انا لو جيت عملت كده برضو خلاص، ده الايه، هوا داخل لي هنا وهوا داخل هنا، عامل زي باتمان بقى، انت مفكر نفسك باتمان، وهو الهوا ده اساسا. ممكن كمان لو انت قفلت السويت شيرت كده كده اهو، خلاص الهوا يخش هنا وهنا زي المركبة الشراعية كده، انت عمال تبدل وبتاع وهو يرجعك ورا. فانت مثلا لو جينا بصينا على الناس بره، الناس بره بيهتموا جدا بالجيرسي. ايه الجيرسي ده؟ الجيرسي ده سيادتك اللي هو ده اوكي، ده لبس العجلة. لبس العجلة زي ما احنا شايفين الراجل المحترم اللي معانا ده، التيشيرت لازق على جسمه. فالايرو دايناميك، الايرو دايناميك بتاع الهدوم ده، هو ما اسموش ايرو دايناميك يعني، بس احنا بنحاول نبسط لك المعلومة. ثواني بقى على البتاع ده احسن، انا اتحريت. ايوه يا جدعان، الواحد حران اصلا. المهم كنا بنقول ايه، اللبس عامل مهم، وإلا ما كانش عملوا لبس ضيق للعجلة، تمام. لاعب الكورة التيشيرت بتاعه بيبقى مهرهر شوية، لاعب مثلا العجل لازم اللبس يكون ماسك على الجسم. ليه؟ عشان الهواء والكلام من ده مفيش ولو جزء من المليون يأثر في سرعتك. طيب ده رقم واحد. احنا كده اتكلمنا خلاص على الملحوظات اللي فاتت، اللي هي الفرامل والجنوط واللبس اللي انت لابسه واتجاه الريح. فاضل معانا نقطة برضو، هو اللي انت سيادتك لو موطي الكرسي بالارتفاع اللي احنا هنشوفه مثلا ده، لدرجة اللي انت مفكر ان ده عشان ما تقعش في الطريق وكلام من ده، فده يأثر على ركبتك رقم واحد. رقم اتنين، هيقلل لك سرعتك جدا وهيخليك تتعب بسرعة، لأنه بيحمل على الركبة مش على العضلة. معلومات قيمة طبعا من دكتور محمد، أخصائي العجل وجراحات الكاوتش. النقطة اللي بعد كده يا جماعة هي نفخ الإطارات. لازم تتأكد إن الكاوتشتين منفوخين بشكل كويس، عشان لو كل ما كان الكاوتش مفسي كل ما كانت سرعتك برضو قليلة. دلوقتي أنت لو بتسوق العجلة حافي أكيد رجليك هتوجعك وعمرك ما هتوصل لسرعة. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي الكوتشي، غير لو واحد لابس شبشب، واحد لابس شبشب زنوبة اللي بيخش يستحمى بيه في الحمام، عبارة عن ايه، حتة كده قطعة من الفلين. البدال طبعا، بدال او بدلات العجلة بتبقى مسننة بحيث ان انت تدوس رجليك ما تتزحلقش. فاحنا عايزين حاجة يفضل ان النعل بتاعها، لا مؤاخذة يا جماعة، النعل بتاع الكوتشي يكون ايه، مرن وفي نفس الوقت ناشف. ده هيخليك تأدي أداء أحسن، ومش هيضيع الطاقة بتاعتك في التبديل. أبسط مثال على الكلام ده، أنا بكلمك دلوقتي في الكوتشي العادية أو الشوز العادية خالص، مش بتاعة الدراجات. طيب أبسط مثال، لو جينا مثلا شفنا كوتشي بتاعة الدراجات دي مثلا، اهي دي كوتشي للدراجات، بتلاقي النعل هنا ناشف جدا. غير كده بيبقى فيه حاجة اسمها كليتا ومش عارف ايه، وشوية
شغلانة كده بحيث تبقى ماسكة جامد، بحيث انت تضغط تبدل تلاقي التبديلة بتدي لك ايه نتيجة احسن بكتير جدا من الناس اللي بتسوق طبعا يعني الناس اللي بتسوق حافية. بسليبس بتعباتة شبشب زنوبة مش عارف ايه، شبشب حمام صندل مش عارف ايه، كل الكلام ده مش هيديك سرعة، لازم كوتشي ويكون النعل بتاعها محمل. طيب جرب الحاجات دي هتدعيلي، جرب الكام نقطة اللي احنا اتكلمنا فيهم هتلاقي في فرق في عجلتك وفي فرق في سرعتك. نقطة نقطة كمان عايز اقولها لك، يبقى احنا قلنا عيد الحتة تاني ده محمد يا عم عيدي بقى، انت شيل عرفتني بقى. الترام يا ابني. جرب الكام نقطة اللي احنا قلناهم دول هتدعيلي، هتحس بفرق طبعا شاسع، و اكيد هيبقى في فرق ان شاء الله يعني. واحب طبعا انوه برضو على ان الفيديو كيف تحصل على اقصى سرعة مثلا من خلال كم نقطة احنا قلناهم. طيب جنب السرعة لازم ما نغفلش او ما ننساش ان الفرامل مهمة جدا. انا مثلا واحد من الناس عايز سرعة، قبل ما بدور على سرعة لازم ادور على الفرامل، لازم اتأكد ان الفرامل اللي قدام واللي ورا شغالة، لان ممكن بديهيا جدا وانت مندفع بسرعتك العالية بوزنك، لو وزنك تقيل ونازل منزلية جامدة وبتاع وجيت دوست فرامل ومعكش غير فرامل واحدة، الكابل ممكن يتقطع منك. يبقى انا لازم يكون معايا الاتنين، اتنين فرامل، ودي اللي هنتكلم فيه او يعني فكرة الفيديو القادم ان شاء الله اللي هنتكلم فيه، وهو عن الفرامل واهميتها وكيفية التعامل معاها وازاي اتفادى بلاعة قدامي او توك توك او اي مصيبة قدام مني، ازاي افاديها وباستخدام طبعا الفرامل بطرق احترافية. هنكون وصلنا مع بعض لنهاية الحلقة، انا اتمنى ان الناس كلها تعمل شير وتوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من المشاهدات، وتابعونا إن شاء الله في السلسلة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.